سار اخويا هي ما ريتش سار تايح قالوا فهمت زيح تايحوا في الحميات والدجاج ثم الدجاج تايحوا في السكالو دينار هذاك هو اللي فهم سمعت حاجة أخرى تايح فيها قالوا المواد التنظيف ممكن فهمتي ما حاجات أخرى ما زلنا ما رينا شيء هي حكة الطماطم ب 4000 فهمتي ولا لا يعني تو على ارض الواقع ما فما حاجه ما هاو كيلو الطماطم انت بقديش هاو فهمتي ولا كيلو فما شويه في الخضره فهمتي ولا الطماطم باهي ب 700 والفلفل بدينار باهي شويه في الخضره ما في المواد الغذائيه فهمتي ولا وفي مواد خميس فما تطيح بكل تخفيض ما فماش حبيب ولا غرت وفهمتي ولا والمواد والزيت والمقارونه والمواد كل المواد الغذائيه ما ريناش فيها تطيح بكل شنو الطالب؟ طالبين التخفيض في المواد الغذائيه في الطماطم نحكها ب 4000 فهمتي ولا ياسر فهمتي ولا طالبين فهمتي ولا الرفق بالمواطن والرفق فهمتي ولا بالفقراء والمساكين فهمتي ولا كالخضره الخضره اللي طايحه من قبل ما فماش اقبال خلاص اشطرت السلع لوحوا فيها فهمتني الدنيا سخونه برشا طول تضرب السلع وتلوح كل شيء راهو خضرت تاع بطول مش رابح حتى خلاص به كالمواد الاساسيه الزيت يحكوا على الزيت متوفر وهابط جاي الزيت وكل شيء تمشي على الزيت والله ناخذ في البيدون ب 25 دينار السيماني والحديد والرمل هذايا ما تحكيش عليه خلاص هذه توك عمري في 28 سنه باش نبني هذه مستحيل توك شباب باش يبني مستحيل فماش التخفيض هذا ما ريناش وخلاص قال فما مش يخفضوا في السلع وكل شيء ما ريناش من المواد الاساسيه هذه تخفيض ما ريناش وخلاص ما ندريش عليه من وقتاش وقت شنو بربي الله اعلم حاجة أخرى أخويا ما فهمت شيء، اللحم هذاك ما ياكلو حد، اللحم هذاك باين من قبل هذاك اللحم ما ياكلو حد، والدجاج الدجاج فروج فيه رطل ما فيش مش نقولوا كيلو به فيه رطل ب 15000 قرينا قال لك قدامك تكن سيما تنص دستريال تبقى ربي 20 و 25000 مازال تصرف تباك الدخان ب 5000 القهوه بدينار باك بلوس دو نحكي معاك هاك تخزر لي وي فهمتني وشطر الخضره نطيشوا فيها ما فماش قبيل الشعبك تخزر تو بجا ربي نهار الجمعه نورمالمون الواحد راه يخدم شويه فما شويه حركه وكل شيء تخزر مرشي فارخ يا الله قد توفر شويه زيت تطيح شويه طماطم فهمتني حك طماطم ب 5000 والله قسما ما صارش يا الله قال لي طيح طيح مازوت في صاحبي غالي اللحم غالي الدجاج غالي نقصوا ولتوا مازلنا ما رينا شيء في التنقيس زاد رينا حتى شيء راهي مش تنقص فهمني البطاطا هاني ب 16100 هاني هاني ب 16100 البطاطا مش ناقص وين وين فما حتى شيء رخيص وبالرغم فلاحتنا عندنا فلاحه عندنا كل شيء العظام كانت ب 600 الحاره تو الحاره ب 11100 وما فيهاش قد ايه العظام يا محمد 600 هاني شويته شويته جينا ب 750 هاي نعم فهمني لا اللحم والدجاج اللحم هاو ب 25 ب 25000 كيلو لحم مش رخص شنو اللي رخص فيه ما فما حتى شيء رخص تو ما فما حتى شيء الزيت زاد تو ما فماش كان سمعنا كان الحديث ما فما حتى شيء ناس قلال كاس كروت كافتاج كنا نشريو فيه ب 15000 ولا ب 2000 البارح نشري فيه زوز كاس كروتات ب 5000 ولا هي البطاطا خويا اللي قال مش ترخص ب 500 فرنك هاي ب 1600 فرنك موجود وين هاي كعبة القارص هذه ب 500 فرنك الكيلو توا ب 2000 فرنك تفرج هاي الاسعار اللي كنا نحن نبيعوا فيها هذه ب 500 كيلو ياسر غاليه الدنيا غاليه ياسر الخضره انا قاعدين ندوروا في المرشي فهمتي غاليه ياسر البطاطا فهمتي ب 1600 فهمتي كل شيء غالي وين ما استجابوش ما استجابوش اللي من فوق ما استجابوش خاطين بالنسبه لل يعني ما استجابوش للقرار ما استجابوش للقرار خاطين هذوما اللي يشريوا ما هانوا بيدهم هما يوريك عملوا الطريف ويوري لك بينك اللي يشوفوا قداش شاري هذه مرشي عباد تدفع في كراويات وعباد تخلص في البلديه وعباد عندها عيال وشوف المرشي كيفاش فارغ وعباد خرجت لبرا ولا فما مسؤول لا فما دوريه لا فما حاكم عباد معناها مجيه انسب سكر الكياس اعمل وتخلي المرشي لهنا وتخرج لبرا ولا فما شكون يتكلم لا فما شكون ما فماش مسؤول في القرميه ما فماش رئيس بلديه ما فماش والي يتكلم شكون مش كلم عليها تو هذا كل المره اللي فاتت سكرنا الكياس باش جا الوالي وجا جات مات جات الحاكم خرجوها بقت هذيك هي الحكايه عادي هي
كبيره سويه معناها. انا حاليا في المزرعه ما نعرفش مي، انا في السوق حاليا ربطت مع دوس ب 500 فرنك. ما تلقي كعبه سلاطه اللي تي قدنها كيس صغيره على الاخر دينار وفوق 1500. ما الخضره ما ريتش فيها ما هبطتش معناها ما ريتش. فهمتني توا الدجاج قال ب 7000 وينو ب 7000؟ الاسعار هي غاليه فهمتني. هي لما تطيح العلفة كي طايح لهم في الأسويان في العلفة تيطيح سم الدجاج وكل شيء يرخ. ما ديما العلفة غالية شكارها ب 65000 قداش مش يبيعها هو قاعد ياكل في الفلوس الدجاج مش هو ياكل في العلفة. اشنو خذيت انت؟ قداش سكالوب؟ 5300. انت تو خذيت سكالوب؟ سكالوب نقص تو الحسب 5000 9000 قداش هو 15000 تسمى نقص 16300 خويا راه ما فما حتى شيء يخص ما فما حتى شيء كل شيء غالي كل شيء نار من اللحم للحوت ما لقى حتى شيء الزوالي باش يجري لا خضره لا لحم لا حوت لا حتى شيء الزوالي ما خلطت على حتى شيء الزوالي ما خلطتش لا على اللحم لا على الحوت لا على الدجاج كل شيء غالي كل شيء غالي هاك تشوف 15 20 كل شيء صار تخفيف في السكالوب لا لا ما فماش ما فماش ما فماش نقص شويه كهو نقص 2000 ولا 16300 كل شيء غالي كل شيء غالي ما خلطت حتى شيء الزوالي على شيء ما خلطت حتى شيء والماء زاد مقصوص دندون هذايا 7 هذايا 7000 هذايا زاد قديه عليا هذايا 8 و5 كل حم مازال اسوامه هو مازال ما نخص شيء اما الاسواق متحكم فيها كشارة كتبت علينا كشارة لان الغد الحم يتيح بالجا بالجا معناها كشارة متحكمة في الاسواق وفي الزرزارة وكل شيء ماذا بينا نحن نرخصوا في الحم فهمني اما ما ذا ما شيء معناها هذيك هو هذيك هي السوم الغدي ما قسمعنا مش يرخصوا فرحنا ما ذا ما شيء هذيك هو مدام عسامة مرحبا نخزروا لك توا مازال كي خرجت من المجازان فماش حاجات من المواد الاساسيه موجوده في المجازان نقصت بعد القرار اللي تم اصداره من قبل رئاسه الجمهوريه بالنسبه لي انا توا خلصت الاسعار هي ما ريت بالعكس يعني ما كنا فرحانين احنا توا البارح اليوم ما فاجانا ما تم حتى شيء كل شيء هو ما لنا حتى شيء ناقص ها بالله سيدي.